صباح العسل والجمال، احلى ناس في الدنيا كلها. بص بقى، النهارده مغامره قويه جدا. امبارح كنا في مسقط، النهارده خارج مسقط. هنزور اكتر من مكان وهنعمل اكتر من حاجه، فيلا بينا توكلنا على الله. نبدا اليوم بفطار رايق كده علشان الاكشن بتاع النهارده هيبقى جامد قوي. يلا بسم الله. وصباح الفل عليكم. دلوقتي وصلنا اول محطه في الفيديو بتاع النهارده، وهو سد وادي ديقه. فيديو النهارده هيكون عباره عن وقفات ومحطات كده، هوريكم اماكن كتيره جدا حوالين مسقط. احنا امبارح لفينا في مسقط كلها، النهارده بقى هلففكم حوالين مسقط. يعني هنشوف اماكن جامده جدا، خرافيه جدا، اماكن تستحق الزياره. وكمان معايا اتنين من اصدقائي العمانيين، هم اللي بيوروني الدنيا دي كلها، فهوريكم بقى الزبط باسرار الاسرار والاماكن المستخبيه اللي محدش يعرفها. ده سد وادي ديقه، هننزل نعمل تحت دلوقتي شويه مغامرات حلوه كده. يعتبر ده من اكبر السدود في الخليج العربي، ف ودي سد ديقه. ويلا بينا ننزل نبدا الاكشن والمغامره بتاعتنا. يلا بينا. بسم الله. من بعدك. السلام حبيبي. حياك الله. عامل ايه؟ مره تمام. معانا هيثم ومعانا صخر تحت دلوقتي، هننزل نقابله. يلا بسم الله. يوم جامد النهارده؟ اوه على طول حبيبي. ما تنسى ان شاء الله. يلا بينا. ايه يا صخر، انت رحت فين وسبتنا فوق؟ انا هنا برتبكم الاوضاع. وده صديقي التاني صخر يا جماعه. كيف الحال؟ ده صديقي التاني. يوم جامد النهارده؟ جامد قوي. جامد قوي. هو لابس اللايف جاكيت. لابس اللايف جاكيت بتاعي. لبس يا باشا، لبس لبس. يلا يا برنس. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. نازلين يا جماعه دلوقتي، مستعدين للمغامره. شوف الدنيا تمشي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وانطلقنا يا جماعه. هضطر بقى البنطلون يتبل من اولها. سيبوا الموبايل بقى شويه كده عشان اطلع من الحته دي واصور لكم. الله ينور يا هيثم. هلا والله. ايه الدنيا؟ والله خليت وادي ضيقه يصير واسع. ايه يا باشا. بصوا يا جماعه الدنيا عامله ازاي هنا. على فكرة الأمطار، المياه دي كلها مياه أمطار. طبعا بدل ما هي مياه الأمطار كانت بتنزل وتاخد الناس في طريقها وتاخد البيوت في طريقها وتطلع على البحر بعد كده من غير ما حد يستفاد بيها، فهم عملوا السد ده هنا بحيث إن هم يجمعوا المياه دي كلها، يمنعوا بيوت الناس من الدمار، وفي نفس الوقت المياه دي يستفادوا بيها لأنها مياه طبعا أمطار، يعني مياه عذبة. فعملوا المنظر الجميل ده والبحيرة الرائعة دي في قلب الجبال وفي قلب الصحراء بالشكل ده، بقى المنظر خرافي يعني بصراحة. إيه رأيكم في الأجواء هنا؟ هو ده يا جماعه السد. شكله طبعا مش كبير قوي، لكن بيقول لك الناحيه الثانيه يبان اكبر بتاع هنا مرتفعه. طبعا ده اللي قبل السد، وهناك اللي بعد السد اكبر سد في الخليج. ولكن الجمال الحقيقي والمتعه الحقيقيه والفايده بقى اللي انا شايفها هي الجمال اللي اتعمل ده. يعني شايفين بحيره في قلب الصحراء في قلب الجبال. ده خانقني ليه كده؟ المهم، فمنظر عالمي، منظر خرافي. ايه الاوضاع؟ مية مية. والاوضاع هناك صاحبنا وقع. جبته طاهر مسافر يا جماعه في البر وفي الجو وفي البحر. نستكشف كل ما هو غامض وكل ما هو بعيد وكل ما هو جميل. والله متعة. وصلنا يا جماعة، وصلنا. متعة جامدة جدا 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 وتجربة جامدة، بس مبلول بلل غير طبيعي. بصوا الدنيا مبلولة. طبعا زي ما قلت لكم، جوه البحيره دي كلها عباره عن مياه امطار كانت بتتجمع مع المطر والسيول، تنزل من الجبال تنزل على البيوت اللي جوه، فتعمل مشاكل كتيره جدا، بتدمر بيوت وهكذا. فعملوا السد ده عشان يجمع مياه الامطار هنا، ومع الوقت بقى البحيره الضخمه دي كل ده ميه مطر. سبحان الله. دي كانت اول نقطه عندنا واول مكان نقف فيه. يلا نشوف المكان اللي بعده. يلا بينا.
صحيح. هو ده اكبر سد عندك؟ هذا السد ذا ما يستاهل. لا 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 يستاهل ازاي؟ يستاهل، حذف لنا الفيديو. اكبر سد الخليج العربي. بس هنا طبعا مش فاتحين البوابات، فالمايه زي ما انتم شايفين جافه كده، المجرى المايه هو واضح وصريح. والناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين البحيره الضخمه دي هناك، طبعا مش زي بحيره ناصر والسد العالي يعني. بحيره ناصر حاجه ثانيه، ولكن جميل، مناظر حلوه قوي. لو ما كان في سد هنا يعني هذا الغرق، القرى كلها بتغرق يعني. سبحان الله.